الحقيقه دور المجموعات، خلينا نروح بقى لفريق الكوره اللي بيواصل تدريباته الحقيقه وبيخوض ميرانو النهارده وفي انتظار انتظام اللاعبين الدوليين الحقيقه اللي وصلوا بالسلامه امبارح استعدادا لمباراه طبعا ميدياما الغاني والمباراه الحقيقه او بدايه دوري المجموعات بالنسبه لنا، دوري المجموعات السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم واللي قبلها واللي قبلها دايما دوري المجموعات ما تفهمش احنا بينا وبين دوري المجموعات. النادي الاهلي يقول لك ايه، النادي الاهلي مختلف بدايه من دور الثمانيه. عايزين نغير هذه المقوله، عايزين نقول ان النادي الاهلي دايما من اول ما يحط رجله في الملعب من دور ال 32، لو هنلعب من دور ال 64 يبقى من دور ال 64 دائما النادي الاهلي هو المرشح الاول في اي بطوله بيلعب فيها، سواء من دور ال 64 يقول لك النادي الاهلي المرشح، من دور ال 32 النادي الاهلي المرشح، دوري المجموعات النادي الاهلي المرشح. النادي الاهلي كان السنه اللي فاتت اتغلب وكان قاب قوسين او اقرب للخروج من البطوله، ولكن الكل كان بيرشح النادي الاهلي للفوز بالبطوله، هو ده النادي الاهلي. فانا بالنسبه لي مباراه ميدياما الغاني دي مباراه مهمه جدا جدا جدا، مباراه تفكير فيها ما يكونش فني وبس، ولكن زي ما كنا بنتكلم عن منتخب مصر في مباراه جيبوتي وسيراليون كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان منتخب مصر لازم يبعت مسج او رساله لكل المنتخبات الافريقيه ان انا جاي اكسب، جاي اوصل كاس عالم، او انا ان شاء الله وصلت كاس عالم ومش فارق معايا اي حاجه. ولكن يجب ان يكون التفكير ان دي رساله مهمه لكل المنافسين، ده بالنسبه للنادي الاهلي. في مثل هذه المباريات او المباريات اللي زي دي خلي بالك ميدياما الغاني فريق جيد وهنتكلم عنه، ولكن فريق جيد، ولكن لا النادي الاهلي افضل فنيا، النادي الاهلي افضل. هل ده معناه ان انا ضامن ان انا اكسب؟ لا، النادي الاهلي اقرب للمكسب ان شاء الله، ولكن كره القدم فيها كل شيء. مصر بتلعب جيبوتي، وقلت لحضراتكم هذا الكلام لان صدقوني كره القدم النهارده جيبوتي غينيا بيساو احسن من جيبوتي 100 مره النهارده، واللي قاعد بيتفرج على الماتش انت عارف ان جيبوتي النهارده كانت ممكن تكسب غينيا بيساو. كرة القدم فيها كده. ففي مثل هذه المباريات اللعيب مع نفسه كده بياخد ثقة، ثقة مهمة، وبياخد ثقة الجمهور وثقة الجهاز الفني، لأن البدايات دايما بتكون صعبة مهما كان مستوى الفريق اللي قدامك. القارة الأفريقية بالمناسبة اتطورت بشكل كبير جدا جدا، وبقى في فرق اسمها مش معروف ولا إعلاميا ولا أي حاجة، ولكن بتكون منظمة سواء دفاعيا أو هجوميا، منظمة من الناحية الفنية مستواها بيكون مفاجئ للجميع. فأنا بقول لحضراتكم على المعلومات اللي جاية لي إن فريق ميدياما ده فريق جيد، فريق مش سهل، أنا مش رايح أكسب. الأهلي أقرب دائما، الأهلي لو بيلعب الوداد وسان داونز بيكون النادي الأهلي نسبته أعلى من أي حد، ده الكلام اللي بيتقال دائما من مصر وبره مصر. ولكن أنا بتكلم على 11 ضد 11 جوه الملعب، لازم الجميع يكون في كامل تركيزه ومستعد بشكل جيد، لأنه لو رجعنا للموسمين الأخيرين البدايات في دور المجموعات لم تكن جيدة، وشهدت حزبة بيرما غريبة جدا، قدرنا إن احنا نتأهل ونصل للنهائي ونفوز بالبطولة في سنة، والبطولة راحت مننا في السنة الثانية في النهائي برضو. بس أنا شايف إن احنا لازم نتفادى هذا السيناريو ونتعلم من السنتين اللي فاتوا، وخلي بالك ده شيء مهم جدا جدا. وبالمناسبة ده اللي أنا كنت بتكلم فيه في البداية، إن النادي الأهلي ولاعبي وجهازه الفني دائما ما يتعلموا من اللي بيحصل، فلازم أتعلم من اللي حصل، لأن معظم اللعيبة هم الجهاز الفني هو هو، وبالتالي أتعلم من اللي حصل السنة اللي فاتت، والسنة دي أبدأ دوري المجموعات بشكل جيد. وكلامي ده أنا بوجهه للاعبين وللجهاز الفني، يجب أن تكون البداية جيدة، مباراة صعبة ومباراة مهمة وفريق على مستوى جيد أعلى من المتوسط شوية. النادي الأهلي أفضل أفضل، ولكن كرة القدم لا تعترف بمثل هذه الأقاويل، كرة القدم بتعترف بالملعب بالنجيلة، فعشان كده مباراة مهمة ومباراة صعبة. تعالوا نطلع نشوف تقرير عن آخر استعدادات وتحضيرات النادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني.